والاضحيه، ايه العاده اللي عندك نفسك تضحي بيها على دخله العيد كده ومش عايز السؤال ده؟ ايه ده ايه ده وخلاص ما تعملهاش؟ ده عجبني جدا السؤال. ايه المخمخه دي؟ ايه رايك انت؟ مش هنضحي بس بالاضحيه، احنا هنضحي بعاده سيئه عندنا عايزين نبطلها. ايه العاده اللي عندك عجبني عايز السؤال. تضحي بيها؟ عجبني السؤال والله، ده خلاني دماغي اشتغلت. تعرفي ايه يا لميس؟ ان بطل اجي على نفسي لصالح الناس، دايما باجي على نفسي عشان الناس. صحيح التضحيه حلوه بس الواحد يفرح برضو. يعني انا دايما باجي على نفسي عشان الناس تبقى مبسوطه. حاسس ان انت اتاثرت بالسلب، يعني الواحد بيستنزف يعني نفسه وصحته. يعني جيت على نفسك بزياده. باجي على نفسي بزياده عشان الناس تبقى مبسوطه. يا سلام على الكلام الجميل والله ما بهرب. صح، احنا اكتر حاجه كنا بنقولها هنا في اهلا بستات ايه؟ حب يعني نفسك. انا نفسي اضحي بنفسي، مش عارف. انت لازم تحب نفسك عشان تسعد الباقي. مش عارف، طول ما مش انت جاي على نفسك ومش سعيد عمرك ما هتسعد اللي حواليك. فدي عاده فعلا لازم تبطلها يا شيف. صح. انت يا لميسه تضحي بايه؟ بص، ان انا عجوله، ببقى مستعجله في كل حاجه، عايزه طول الوقت اي حاجه وتكون خير، الخير تحديدا عايزاه يحصل بسرعه. الاسد ما عنديش كده. صبر. الاسد كده. الاسد كده. ما عندكيش صبر، عايزه تضحي بالعاده دي. ده مش حلو، ده بيخليك في توتر طول الوقت، مشدود. استني صح. ادي الحاجه وقتها، واقعد اكلم نفسي ادي الحاجه وقتها، كل شيء باوان. لا، انا عجوله، انا شخصيه عجوله. وما بتحبيش تشكري نفسك خالص ولا تشكري نفسك ولا تقدري نفسك؟ لا لا طبعا نفسك. ده اتعلمته هنا من اهلا بستات، ان انا احب نفسي، ابدا دايما اقول الايجابيات اكتر من السلبيات لنفسي، وتقدري وتعملي، يعني بدي نفسي بوش كده. هي نفسي هي اللي قاعده معايا، محدش تاني قاعد معايا، نفسي. والله يا شيخ، محدش تاني، هو اللي اقرب حاجه ليا. هي اللي باقيه لي. فما تجلديش نفسك يعني. صحيح، هي النقطه المهمه، ما تجلديش نفسك. فهي دي النقطه اللي نفسي فعلا اضحي بيها على دخله العيد، وانا يا رب اضحي بالالم اللي انا بحسه، انا بسعد الناس وبحس بالالم بعد كده. انت الايثار عندك عادي. بالظبط كده. عموما هو حلو جدا ان الواحد يعرف ايه المشكله اللي عنده ويبدا يهملها او يحاول انه يلغيها من حياته، يعرف ايه العيب اللي فيه ويتخلص منه. بما اننا داخلين على العيد يا جماعه وهنضحي، يبقى لازم كل واحد فينا يضحي كمان بالعيب اللي هو شايفه موجود عنده في نفسه، اللي مش بيسال مثلا على اهله، والحياه سرقاه، والحياه واخداه، وضغوط الشغل، مفيش مشاكل، كلنا كده، لكن يضحي بالعاده دي ويرجع كده يسال تاني على الاهل والاصحاب، صله الرحم نرجعها من جديد. اللي محاوط نفسه دايما بناس سلبيين يبعد عنهم، الناس السلبيين دول بينقلوا لنا الطاقه السلبيه وبيخلونا سلبيين تباعا. ده حقيقة. ده حقيقة. كمان موضوع السوشيال ميديا اللي هو قافه العصر، اللي سرقه حياتنا طول الوقت دي، خليك عايش كده في عالم فيه واقعي، لان هو ده العالم الافتراضي، انت عايش في عالم وحدك ووهم طول الوقت. بطل تعيش لوحدك وارجع كده عيش وسط حبايبك واصحابك، هم دول اللي باقيين لك، هم دول اللي هيشيلوك وقت العوزه. كمان مش السوشيال ميديا مهمة جدا. ولا الاشخاص الوهميين اللي على السوشيال ميديا. صح، السوشيال ميديا ده اهم حاجه. واللي بيدخن كمان يا لميس، واللي بيسهر كتير بيدخن، واللي بيسهر كتير طبعا، واللي بيعلق اخطائه على اخرين، على فشله واخطائه على جماعه الاخرين، كل دي عادات يقلبها ورا ظهره خالص في فتره العيد دي يا رب. صحيح يا شيف، من العادات فعلا السلبيه اللي بتضر بالصحه كمان، فنبطلها أحسن. يعني اللي بيقلب نهاره ليل وليله نهار، اللي بيشرب سجاير بشراهه، فاهم ازاي؟ هيعرف قيمه ده شويه قدام. هو صغير لسه عنده صحه، لما يبدا يكبر هيعرف ان ده كله غلط، اصلا عمره مديله كله. فيستغلوا دخول العيد وهم بيضحوا، يضحوا كمان بالعاده السلبيه، واذا كنا غلطنا زمان فخلاص لازم دلوقتي نعمل ستوب. ستوب بقى ونبدا من جديد. حلو الستوب بتاعتك دي يا لميس. ستوب. ستوب. بس كده وخلاص، كل العادات السيئه رمى ورا ظهره بكلمه الستوب بتاعتك دي، خلاص. صح كده؟ مبروك يا لميس. مبروك.